السلام عليكم الزول الله، ومرحبا بكم ناس الياس. كأول تصريح لقايا مرباح بعد هذه الإصابة، ونشكر جمعيتها هنا بعد ما زارت جمعية راديوز والتي زارت حارس شبيبة القبائل قايا مرباح إثر تعرضه للإصابة ودعمته، الحمد لله رب العالمين. وأنا إبان فرحان دوك تسمو تصريحات قايا مرباح وتصريحات هذه الجمعية لي راهي مشكورة بدورنا. نشكرها. لايك الفيديو، ابوني في القناة، وتركوا لنا تعليق. اسمه تصريحات قايا مرباح. واش قال؟ فرحكم راديو، وانا متواجدين عند المحبوب والخلوق والرياضي والحارس كرة القدم اللي حبوه كاع الجزائريين واللي تعاطفوا معاه، خونا قايا مرباح. راكم شفتوا الابتسامة هذه. السلام عليكم. الحمد لله يا ربي يعطيكم الصحة كاع على التعاطف، الناس اللي قرب ليا وبعد ليا كاع، شفتوا الشعب الجزائري تعاطف معايا، أعطيهم الصحة وميرسي بوكو، وإن شاء الله يا ربي العودة في أقرب ميادين في أقرب وقت. صح، وأنتم نشكركم على المجيء ديالكم راديوز، يعطيكم الصحة بزاف بزاف، ما توش فريمون، وميرسي بوكو. الله يحفظك. لا لا، باللي السيد يعني راه قضاء وقدر، والحمد لله الأطباء يعني الحاجة اللي فرحتنا طمأنوه باللي العودة قريبة إن شاء الله الملاعب، وشاكرا كاع الناس اللي وقفوا معاه، أولا من السلطات المحلية لولاية تيزي وزو، على رأسها سيد الوالي، إدارة شبيبة القبائل على رأسها المدير العام لشركة موبيليس، وما ننساش القدماء حكيم مدان ودودان، وكذلك المدير العام الهادي ولد علي، أنصار شبيبة القبائل، أنصار الفرق اللي لعب عليهم، شتنا لي كومينيكي، شتنا التعاطف عبر البيانات بالنسبة لأغلبية الفرق الجزائرية، واليوم راكم تشوفوا يعني جزارة حارس كذلك، يعني اللي في لاكارير تاعو جاوه كان إصابات كيما هادو، واليوم جاي يطلع له يعني المورال. فرحانين بالناس تادم الثاني والعائله الكبيره والصغيره، شفنا الوالده يعني فرحانه وفرحانه بولدها، وقالت لك انا ولدي كي راه قدامي هكا وراني نشوف فيه يضحك الدنيا وما فيها، الوالد كذلك والعائله، ندعو لهم بالشيء، ندعو له بالشفاء العاجل. شفناه في الجانب النفسي بسيكولوجي المعنوي قوي، يعني محضر نفسيا بسيكولوجيا وحرص في المستوى، يعني كنا ننتظروه في الفريق الوطني، لكن قضاء وقدر يعني بعد، يعني ان شاء الله يعود من جديد الملعب، ومازال يعني هو شاب وعنده يعني تبارك الله قدرات، ونطلب من الله عز وجل يعني الشفاء العاجل، الشفاء العاجل، لان ما من شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب، بشفي كل مريض يتالم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله الا انت. اللهم يعني يا رب العالمين، قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم شفاء لاخونا قايا ان شاء الله في اقرب وقت. الله يبارك. شكرا شكرا شكرا.